نتشرف باسم حضرتك. إيمان عثمان. المعرض كام ليكي هنا في أركان؟ والله هي أول تجربة ليا المرة دي. قولي لنا نبذة عن شغلك. والله أنا بعمل صابون طبيعي، كل منتجات طبيعية، صابون، ماسكات، ديودرنت، بادي لوشن، كل حاجات وذوت كيميكال خالص يعني. أركان بتتبنى مشاريع للشباب، إيه رأيك في الموضوع ده؟ والله أنا شايفة إن هي بداية حلوة قوي، لأن في مشاريع خاصة تانية بتبقى الكوست بتاعها عالي جدا، فأنا شايفة دي في متناول الشباب، فهي حاجة. عندك أفكار للشباب ليهم؟ والله بصي، هو انا شايفه ان هم لو بداوا يعني يربطوا الشباب ببعض اكتر، معارض يعني انا سمعت ان في 6 معارض، لو في اكتر كمان يبقى الموضوع يبقى اصغر. طب قولي لنا ايه رايك في التعامل هنا ما بين المسلمين والمسيحيين في المجتمع في أركان؟ لا والله انا من ساعه ما جيت من اول يوم قدمت شايفه في تعاون فوق الوصف الصراحه، يعني ما حسيتش ان في فراغ. لو في رحله تطلعي معانا اكيد يا ريت. طب لو يوم ترفيهي تيجي معانا انت واصحابك؟ يا ريت، الواحد محتاج يغير عن الشغل يعني شويه. نتشرف باسم حضرتك. مهندسه هبه ابو اليزيد. المعرض كام ليكي؟ اول معرض. قولي لنا نبذة عن شغلك. بصي انا مستوى كله جلده طبيعي 100% ميت، محافظ بقى شنط موبيليات، ودي احدث فكره يعني حاجات كده. مركز أركان بيتبنى افكار والمشاريع للشباب، ايه رايك في الموضوع ده؟ والله هو حلو جدا. المعارض مختلفه، يعني معرض اخد اكسسوارز، اخد كل تقريبا حاجات الهاند ميد، فدي فكره حلوه جدا. سمعت ان هو 6 معارض بس خلال السنه، فيعني يفضل ان هو يبقى ازيد من كده. ايه رايك في التعامل في المجتمع هنا ما بين مسلمين ومسيحيين؟ ما فيش فرق، بالعكس هم ساعدونا جدا واحنا داخلين، وعادي يعني كلنا واحد انت عارفه. طيب لو في رحله تطلعي معانا؟ يا ريت. فين؟ طب لو في يوم ترفيه تيجي انت واصحابك؟ طبعا يلا جدا يعني. اتشرف باسم حضرتك. دعاء محمد. معرض كام ليكي؟ في أركان اول معرض. ممكن تشرح لنا شغلك؟ انا بعمل شغل هاند ميد كروشيه. ايه رايك في أركان ان هي بتتبنى مشاريع للشباب؟ والله هي فكره كويسه. ايه رايك في التعامل هنا ما بين مسلمين ومسيحيين؟ والله احنا كلنا واحد يعني، كلنا اخوات. ما لو في رحلات تطلعي معانا؟ مفيش مانع. طب لو في يوم ترفيه عادي اشارك اجيب ولاد. اتشرف باسم حضرتك. شريف مصطفى شاهناكي. المعرض الكام ليه؟ السادس. اشرح لنا شغل حضرتك. شغل كله هاند ميد. عباره عن ايه؟ حفر على المعادن. ايه رايك في أركان انها بتتبنى مشاريع للشباب؟ يا ريت تستمر على كده. في فكره حضرتك للشباب؟ تعمل ورش عمل. طيب ايه رايك في التعامل هنا ما بين مسلم ومسيحي؟ والله كلنا اسره واحده. Thank you.